أهلا بيك صديقي الصيدلي في أول حلقة من بودكاست بصلة بعنوان الشفرة. لو أنت نزلت صيدلية قبل كده فغالبا هيكون حصل معاك الموقف ده، ولسه منزلتش تعال معايا في رحلة خاطفة للمستقبل. تخيل إنك واقف في الصيدلية وإذا بمن يدخل عليك وفي إيده روشتة بيبصلك على أمل إنك تعرف تفك الشفرة المكتوبة دي، كأنك مفكك شفرات أو ألغاز أكتر من كونك دكتور. وأنت بتحاول تفك الشفرة ولكن إذا بشفرة صعب تفكها بسبب سوء الخط، فبترفع راسك للمريض وتستأذنه بمكالمة سريعة جدا مع الدكتور اللي كاتب روشتة. فيبص لك المريض نظرة دهشة، ازاي دكتور ومش عارف كل حاجة؟ ومن هنا هنجاوب في بودكاست بوصلة، فمرحبا بكم. الكتابة اليدوية للروشتات بتسبب كل سنة حوالي 7000 حالة وفاة في أمريكا، على الرغم من إنها أكتر البلاد تقدما في العلم والطب. في أكتر من 100 دكتور في الهند استدلوا ببيان إن سوء الكتابة اليدوية للطبيب المعالج ضارة، وإن وفقا لمنظمة الميديسكيب إنديا عدد كبير جدا من الحوادث المميتة بتحصل بسبب الروشتات المكتوبة بخط يد غير قابل للقراءة. عندنا حوالي 93% من صيادلة المجتمع أفادوا إنهم بيتلقوا 30 روشتة مكتوبة يوميا بخط مش مفهوم. من كل الإحصائيات دي نقدر نتخيل خطر الروشتات المكتوبة بخط الإيد، وبالذات خطرها عليا أنا كصيدلي، إن أنا بستنتج اسم الدواء غلط، بستنتج الجرعة غلط، حتى طريقة تناول الدواء ممكن أقولها للمريض غلط، وبالتالي مش هوصل للإفكت المطلوب من الدواء، بل على العكس على المدى البعيد ممكن يكون ضار جدا على المريض. طب يا ترى ايه اكتر الاسباب اللي بتحصل عشان بتخلي عندي اخطاء في كتابه الروشته؟ عندي بتحصل بسبب الالهاء اللي بتعرض له الدكاتره في المستشفيات، لانهم في الغالب بيكونوا ملهيين في واجبات كتيره جدا، انه يكون مطالب منه ان هو يفحص المريض ويكون عنده دراسات في المختبر وبيتكلم مع استشاريين وبيتقرب من المرضى وبيتكلم مع اسره المريض، وغالبا بيكون شغال في اكتر من مكان في نفس الوقت، وكل ده بيضطر ان هو يكتب ادويه، فاحيانا ممكن يلخبط سواء في اسم الدواء سواء في الجرعه. الحاجات دي كلها بتحصل وارده جدا. على سبيل المثال، مرة معالج وصف دواء لسيدورنيت 30 ميلي جرام نص تاب، بس الصيدلي شاف ان ده ما ينفعش لان القرص متغطى بفيلم، فمش هينفع ان هو يتقسم ويبقى نص قرص، بس اصلا الدكتور كان قصده ان هو يتاخد قبل الاكل بنص ساعة، وطبعا ده لولا مكالمة اجراها الصيدلي مع الطبيب. في عندنا حوالي 17% من المشاكل اللي بتبلغ عنها بسبب ان الروشتات فيها اخطاء بتتكرر سنويا، نفس الاخطاء اللي بتتكرر بسبب ترحيل الروشتات. في عندنا احنا كصيادلة ضروري ان احنا نتواصل مع الطبيب البشري علشان نتأكد من ان احنا فعلا قرأنا الدواء صح او الجرعة صح، خاصة لو احنا حسينا باي شك في الاسم، اي شك في الجرعة، اي حاجة دواء مش متناسب ان هو يتاخد مع دواء تاني في الروشتة، لازم نتصل بالطبيب البشري ونطمن على طول. بما اننا كلنا بنعدي على الصيدلية رايحين جايين، متترددش ان انت تتواصل مع الصيدلية المحلية بتاعتك، سواء بقى هتسأل عن العلاج اللي انت بتاخده، عن الجرعة، عن طريقة تناول الدواء، اي ميكانيزم انت عايز تستفسر عنه، لازم تتواصل مع الطبيب الصيدلي على طول. ولو عندك اي اثار جانبيه ظهرت وانت مش واخد بالك منها او مش مكتوبه عندك، لازم تستشير طبيبك البشري او طبيب الصيدلي على طول. والى هنا تكون انتهت اولى حلقاتنا في بودكاست بوصله، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا بجد، وانتظرونا في حلقه جديده الاسبوع القادم ان شاء الله.